مريم غاندي مهندسة معمارية خدامة في فاس، خديت الدبلوم ديالي من باريس. مرحبا بكم معايا. خديت البكالوريا ديالي اون سيونس اكسبيريمونتال من فاس، ومن بعد مشيت لباريس. فاش مشيت لباريس قريت في الاول في الهندسه الداخليه، ومن بعد صوبت لاركيتكتور الهندسه. كنت كنقرا في ليكول داركيتكتور باري مالاكي في سان جيرمان دي بري في لو سيت دي بوزار. دونك كل نهار كنت كندوز من داك لاركيتكتور مانيفيك مونومون هيستوريك، وهذا كان فريمون اثر عليا بزاف من حيث الحضاره نتاع اللي كنخدموا عليها. من بعد فاش ديت الدبلوم ديالي دخلت للمغرب. مني دخلت لفاس الوالد ديالي هو اللي عاوني بزاف، وقديت نتكى عليه باش نقد نصاوب الديبار ديالي، حيت هو عنده واحد التجربه في هذا الميدان. تنقول بين ديما كتجيني واحد الحاجه في راسي، كنقول بين عندنا واحد الهندسه معماريه اللي هي الاصل ديالنا، اللي هي الثقافه ديالنا، وانا ديك الثقافه ديالنا هي الافتخار ديالي، هي اللي خلتني ندخل لبلادي. بين ان الاركيتكتور نتاع المغرب ما كايناش في العالم، اذا تنقول خصني داكشي اللي تعلمته في فرنسا مزيان، ولكن ما ننساش ديك الثقافه ديالي. انا بالنسبه لي عندي واحد الهوس في دماغي بين انني خصني نكون في لا كونتينيتي دو لاركيتكتور ماروكان. سي بيان لاركيتكتور كونتمبورين، ولكن بغيت نستعمل انا لا تكنولوجي ولا شنو عطاتنا بحال دابا شي حاجه سيانتيفيك باش نطور بها الثقافه ديالي، ماشي نجيب الثقافه كلها اكس زعما امبورتي بحال اللي انا ما عندي والو. انا عندي واحد الجذور، عندي واحد المنبع اللي نبقى نبويزي منه، والثقافات كاملين تيبويزيو منهم، الثقافات كاملين تيغيرو منهم، وانا نجي نابوندونيها ونخليها. يمكن هو هذا. دونك ديما عليها ديما كنرجع للارتيزانا، حيت بالنسبه لي هو لا سورس، ماشي باش نقلدها، لا باش نكملها. عندي حب سانسير بور لي ارتيزان. فين ما كنت اي مدينه مشيت اول حاجه تنسول عليها هي فين هما لي ارتيزان، خصني نشوفهم ونجلس معاهم ونفهم كيفاش تيخدموا، ونفهم الالوان ولا واش حرير واش صوفا واش طين، كيفاش كيخدموه، كومون سا تورن، كيفاش واش خصو يدوز من الفران، واش خص الا كانت البلغه كيفاش كتخيط، كيفاش كتباع في المزاد. عندي واحد لا كوريوزيتي على تو لو باركور كومون اي مارش، حيت عندنا واحد الثقافه كي بور موا فاسينونت. كنت ديما كندوز قدام شي دربوز ولا قدام شي حيط، وكنقول الا جا هذاك الحيط يعاود لك شنو وقع له في حياته، شنو غادي يقول لك. ومن تماك جاتني الفكره نتاع ندير بحال هذاك السيد اللي كيجمع النباتات وكيدونهم وكيقول هذه النبته لقيتها في هذه البلاصه الفلانفلانيه، وها كيفاش تتعيش، وها سميتو لو كليما ولا البلاد اللي لقيتها فيها. بغيت ندير بنفس الطريقه بصمات نتاع الحيط ولا نتاع شي زواقه في شي باب، ونعطي التاريخ اللي خديت في هذاك الزواقه والبلاصه، وندونها نجمع بحال واحد البيبليوتيك كبيره على المدن في الاول نتاع المغرب. وانا ماشي وانا كنكبر حتى نجمع واحد البيبليوتيك اركيتكتورال. هاد لو بروجي بغيت نعطي له نشاكو هاد الخدمه هذه كامله اللي كنصاوبها ديما باش نشاكها مع الناس. ما بغيتش ماشي الهدف ديالي نخدم ونبقى شاده عندي داك الشيء، باغيه بحال ديما نتجاوب مع الناس. وخدمت مع واحد الناس اللي تفاعلوا معايا وصاوبوا لي واحد لابليكاسيون في انترنت في التليفون اللي يمكن تيليشارجيها، سميتها بسمه، ويمكن لك تسارع في المدينة بطريقة أخرى، وتكتشف الحضارة ديالنا والثقافة ديالنا والمعالم ديالنا بطريقة أخرى. أنت ماشي وأنت كتشوف الباركور ديالك وتتربح واحد النقاط.
كل مرأة المغربية بين خاص تكون عندها الشجاعة وما تخافش، واخا ما يكونوش الفلوس، تكون داك الفكرة ديالها وتبدا تبنيها بشوية بشوية، حيت الخوف كلشي كيخاف، ما كاين حتى شي واحد ما كيخافش في الأول، حيت ديما حدنا ما بديناش تتبدا تبان لنا القضية صعيبة، ولكن فاش تتبدا حاجة كتجبد حاجة، ومن بعد كيبداو كيتحلوا البيبان. أي مشروع خاص يتبدا في الأول وما تخافش، اللي بغاتو تمشي له.